ليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا الحلقه ديال هذا النهار. في هذه الحلقه غادي نقدم لكم خبزه معمره في الفران، عجينه بسيطه وناجحه وتعميرتها هي سهله مهله وبنينه. غادي نحتاجوا هذه الخبيزات ديال هذه الخبزه ديالنا، واحد كاسونس ديال السميده رقيقه، ثلاثه الكيسان ديال الفورس، نص كاس زيت نباتيه، كاس ديال العنبه، كاس عنبه حليب دافي، كاس عنبه ماء دافي، شويه ديال الملح ملعقه صغيره، ملعقه كبيره خميره حبيبات خميره الخبز، وملعقه كبيره سكر حبيبات. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نكبوا الحليب ديالنا والماء الدافي، غادي نضيفوا لهم سكر حبيبات والخميره حبيبات خميره الخبز، وغادي نخلطوهم واحد الشويه ونخليهم يتفاعلوا. بعد ما تفاعلت لينا الحليب مع الخميره وسنيده والماء، دابا غادي نضيفوا نص كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الملح، كيبقى دائما على حسب الذوق. صافي، وغادي نبداو نديرو الفوق هذا السميده رقيقه، يمكن لكم ديرو حتى الفينو اللي كان متوفر. صافي، نبداو نخلطو العجين ديالنا. دابا غادي نبدا نزيد الفورس. انا هنايا درت كاسون السميده رقيقه وثلاثه الكيسان فورس، وانتوما الا ما تجمعاتش لكم بثلاثه الكيسان زيدوا شويه، والا تجمعات لكم بقل مزيان على حسب الفورس واش كيشرب ولا لا. جمعات لينا العجينه ديالنا، غادي نشدو واحد شويه ديال الزيت، غادي نديرو ملعقه من الفوق، نحاولو نجمعوها، كتكون كتلصق هكا في اليد. نحاولو نقلبوها ونديرو الزيت من الجهه الاخرى. صافي، غادي نخليو العجينه ديالنا تخمر. صافي، غادي نغطيو العجينه ديالنا تخمر، وغادي نمشيو باش نوجدو الحشوه. دابا ندوزو باش نوجدو الحشوه ديالنا. وبالنسبه للحشوه فعندنا عندي واحد البصله متوسطه مشلضه، عندينا شويه قزبر معدنوس، شويه الكفته، عندي ناس خمسة غرام ديال الكفته، وهنايا عندي بيض مسلوق. فالعطريه اللي غادي نحتاج فغادي نقدمها وانا كنحضر في الطريقه. We'll be right back.
بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا فغادي دابا نخدموها بشويه ديال الخبز. نحاول نقرصوها بالفورس كما كان العجين ديال هاد العجينه ما كتدلكش بزاف. غير بمجرد ما تجمع لكم العجينه كتخلطها واحد شويه صافي صافي. وغادي ندلكها وغادي نشكلها على قد هاد اللاطه ديالي باش ندير التفريشه التحتانيه وندير الحشوه ديالي وندير عاوتاني التفريشه من الفوق باش نغطيها. البنات كيف ما شفتوا معايا طلقت العجينه ديالي ودرت الكفته ودرت من فوقها البيض مقطع دوائر ومن بعد حكيت فوقها واحد شويه ديال الجبن اختياري. من بعد طلقت الطبقه الثانيه وحطيتها فوق الحشوه ديالي وسديتها من الجناب. دابا نخليها تخمر واحد شويه وبعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا فهي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. غادي ندهنوها هنايا عندي واحد البيضه كامله مع معلقه صغيره ديال الحليب وواحد النقيطه ديال الخل. فغادي ندهنوا دابا العجين ديالنا ومن بعد ما دهناها غادي ندردرو عليها شويه ديال الزنجبيل من الفوق. صافي وغادي ندخلوها للفران تكون العافيه من التحت حتى تحمر لينا من التحت عاد تكون العافيه من الفوق باش يتحمر لينا الوجه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذه هي الخبيزه ديالنا البنات بعد ما خرجتها من الفران. ما نقولش لكم على واحد الريحه طالعه منها زوينه عرفتي ديك الكفته مع البيض والفرماج عطاو ريحه هائله. دابا نقطعوها باش نشوفوا الشكل ديالها من الداخل. شوفوا البنات كي كتجي غزاله الكفته والبيض كيعطيو نضر ومذاق روعه. ان شاء الله تجربوها
وتنال اعجابكم. ما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع اهل احبابكم وديروا ليه لايك وليو الشاكش في القناة تشترك فيها وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. الخبز البنات كيجي مقطن ورطب، ان شاء الله تنال اعجابكم.